مرحبا. اليوم بدي اعمل انا وياكم سلطه لبنانيه لبن والخيار. عندي لبن، خيار مقطع، نص ملعقه صغيره نعناع يابسه، وملح على الذوق اكيد، وحبه ثوم صغيره. حط الثوم، الخيار، كتير طيبة هيدي السلطة مع الكباب، مع مشاوي، مع كتير اشياء طيبة. حركها وسهلة وسريعة، كتير طيبة وسهلة وسريعة. خلصناها. هيدي السلطة خلصت، بتمنى تجربوها وتعجبكم كتير. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.